علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وافتح به علينا فتوح العارفين بالله يا أكرم الأكرمين. على بركة الله نفتتح حلقتنا هذه في هذا اليوم المبارك من قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. على بركة الله يا معتصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تمام، أردت بنا الآية. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، توقف فيها هشام بن عامر كله بخلف عن ابن ذكوان. نعم، في ربه توقف فيها جماعة المنفصل. أن آتاه الله الملك توقف فيها ورش. لا، ورش في المنفصل. ورش متوقف. نعم، في المنفصل. نعم. أن آتاه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي قال أنا أحيي وأميت. قال أنا أحيي وأميت توقف فيها ابن كثير. توقف فيها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. أيوه، وأبو عمرو ويعقوب. تمام، ماشي. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها. يأتي توقف فيها أبو جعفر. أيوه، أبو جعفر. ماشي مع قالون، لأن يثبت في الألف في أناء، توقف في يأتي بالشمس. إذن ذهب قالون لوحده. والآن يتم عطف أبي جعفر. نعم، أبو جعفر. توكل الله. نعم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تمام، والآن يأتي دور ابن كثير وأبو عمرو. لا، دور يا أبو عمرو. نعم. قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا ابن كثير ويرافقه دوري أبو عمرو. والآن يأتي دور ناطف عليه الإمام السوسي بالإبدال. نعم. ق-
قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والآن نرجع إلى توسط لقانون. توسط لقانون. نعم. نعم. يعقوب مشي مع ابن كثير والدوري. مع ابن كثير والدوري. نعم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تمام. هذا قالون لوحده. نعطف دوري أبو عمر. نعطف دوري أبو عمر وابن عامر. نعم. قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. دوري أبو عمر ويرافقه ابن ذكوان وعاصم. عاصم. نعم عاصم. نعم. الإمام عاصم. نعم. والآن إمام كسائي. كسائي وخلف العاشر. نعم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. والآن ورش. جيبوا إمام ورش. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الوجه الثاني لورش اللي هو توسط البدل مع تقليل ذات الياء. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا إبراهيم فإن الله يأتي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ديما نقولوا
لما نجري بتوسط البدن لابد أن نوسط العارض. والله لا يهدي القوم الظالمين. شبو حمزة توا سكت في الخلف المفصول. لا حمزة ترك السكت على المفصول وبعدين عندنا الإسكان هتأتيك. يلا من البداية معلش. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي ربي الذي سكون يقرأ بالإسكان. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. توجيب السكت خلف. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتيه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والآن دور ابن عامر. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. كيف تقف عليها لابن عامر؟ قال أنا نقف عليها قال إيه؟ أنا يعني إذن هم يحذفوا فاها في حالة الوصل ويثبتونها في حالة الوقف. الألف نعم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ربي الذي يحيي ويميت. احنا قلنا حمزة في حالة الوصل يسكنها مش كيو به والباقون في حالة الوصل يفتحونها وفي حالة الوقف يسكنونها. أيوة طيب حاجة مد إيش هذا؟ مد لازم مثقل خير كلمي مثقل. شن تعريف المد اللازم للكلمة المثقل؟ عنده تعريف ولا لا؟ صحيح. ايش تعريف المد اللازم للكلمة المثقل؟ نقول القراءات ولا احكام التجويد هذه عاد من باب اولى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل علماء لهم عقل.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ما جاء فيه بعد حرف المد سكون لازم وصلا ووقفا في حرف هجاؤه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. دبايكم قديش مرة نقولوا فيه هذا؟ ما جاء فيه بعد حرف المد سكون لازم وصلا ووقفا في حرف، مش في كلمة واحدة، في حرف هجاؤه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. هذا تعريف المد اللازم الحرفي. المد اللازم الكلمي يكون في كلمة، والمد اللازم الحرفي يكون في حرف، لكن مش حرف بس، نقول حرف متكون من ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. لما تقول لام، الحرف هذا متكون من ثلاثة أحرف ولا لا؟ لام وألف وميم. ولما نقول حاميم، ميم ميم يا ميم. ولما نقول نون نفس الشيء، نون واو نون. نعم، مش كل الحروف ثلاثية، لا هجاؤه. هجاؤه كيف يا وين الهمزة؟ لما تقول حاء ميم، حاء وبس، حاء وبعدها ألف، هذه كحروف المد الطبيعي، حي طهر تكون من حرفين، حرف وبعد حرف مد، فهمناه توا عاش ننسوه إن شاء الله. مد اللازم الكلمي والمد اللازم الحرفي. المد اللازم الكلمي، مد اللازم الكلمي فيه كلمي مثقل وكلمي مخفف، إذا فيه تشديد فهو مد لازم كلمي مشد، كلمي مثقل، وكان ما فيهش تشديد شنو نقوله؟ كلمي مخفف. مثل كلمة محياي، أيوة هذا مخفف. واحدة يعني بس القرآن شيخ. نعم واحدة فقط. نعم نعم في منها واحدة فقط في القرآن ولا لا؟ إيه نعم. مد لازم الكلمة مخفف. مخفف محياي فقط. حتى طاسي، هذا حرفي، حرف. نعم هاي تفضل يا الآية اللي بعدها. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما
فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. تمام، آيات طويلة ومليئة بالأحكام. نعم، أرتبها. أو كالذي مر على قرية وهي، أو كالذي مر على قرية وهي، يعني يبقى توقف خلف حمزة، خلف حمزة وهي توقف فيها لأنهم غير راضيين بها. محركون ورشد بن كثير وابن عامر، كل المحركون توقفوا فيها. من هم المحركون؟ ورش وابن كثير. عندنا عامر. ورش، وعندنا ابن كثير، وابن عامر، وعاصم وخلاد، وخلاد ويعقوب، وخلف العاشر. وخلف العاشر، هؤلاء جميعا توقفوا هنا. نعم، بعدين قال أن يحيي، أن توقف فيها دوري البصري، توقف فيها دوري أبو عمرو والكسائي. والكسائي، نعم، توقف فيها دوري أبو عمرو والكسائي. نعم، مرأي أن يحيي هذه الله بعد فأماته الله 100 عام. 100 توقف فيها الإمام أبو جعفر. الإمام أبو جعفر توقف فيها الإمام أبو جعفر. إذن ما كمل أي؟ قال كم لبثت؟ توقف فيها الإمام السنسي. قال كم لبثت؟ لبثت من يضغمها هي؟ لبثت يضغمها البصري والشامي. البصري وابن عامر والشامي وحمزة والكسائي وابو جعفر. حمزة والكسائي وابو جعفر. وابو جعفر. حمزة والكسائي وابو جعفر. وابو جعفر. لكن هذكم كلهم متوقفين هناك، يبقى ما عندناش من توقف هنا إلا الإمام السوسي. الإمام السوسي. الإمام السوسي. نعم، كمل. كمل. قال كم لبثتم؟ فانظر إلى طعام. كلهم متوقفين. إذا قالون ذهب لوحده. لوحده. باهي، فيش منفصل في الطريق. ها؟ نعم فيه. باهي. يبقى عطف توا نعطف الإمام السوسي. هاي قال السوسي. كم لبثت؟ منين نبدو؟ نبدا منين تبي؟ قال كم لبثت؟ نعم. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. فتنة واحدة يا شيخ. نعم، فتنة واحدة. قال كم لبت؟ قال كم لبثت؟ نسيتها. لا، شنو هي؟ قال قال لبثت. قال لبثت يوما. ايوه، ادغام. عوده مره ثانيه. عوده. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حميرك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم. تليفوني شري، بس تليفوني في جيبك شري. اي خليه، ما نديره صامت يعتق الصوت. باهي باهي، ان شاء الله مع الشيخ ان شاء الله. نعم.
باه تو نعطفه الإمام أبو جعفر. إيه جبا أبا جعفر. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام 100 أيوة قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. تمام. والآن نجيبه. دوري يا أبا دوري. دوري يا أبو عمر. دوري. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس لا 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 ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ذهب لوحده والآن نعطفه للكسائي يعني كسائي نعم قال أني قال أني يحيي قال أني يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن ما عندهمش نهاية في حالة الوقف وصلا في حالة الوصل يحدث الهاء الوقف لكن في حالة الوقف يأتون بها يثبتها يتسنه إلا أنه لا يميلها لأن هذه ليست هاء اللي هي مبدلة عن تاء التأنيث نعم هذه ها يسموها ها سكت نعم ولذلك لا إمالة له فيها نعم فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وانظر إلى حمارك لا جبوا أبا الحارث قبل أبو الحارث ما عنداش إمالة إمالة للدور فقط ما نجيبه هو أبو الحارث إيه طبعا أبو الحارث هو المقدم في الأداء نعم وانظر وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير باهي هذا أبو الحارث فانجب الدوري وانظر إلى حمارك دوري الكسائي نعم وانظر إلى حمارك
ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. لو وقفنا على كلمة قال وقلنا قال كيف نبدو بالكلمة اللي بعدها مكسورة اعلم على أساس أنها إيش؟ على أساس همزة وصل. همزة وصل داخل على إيش؟ داخل على سكون. داخل على إيش؟ فعل أمر. فعل أمر نعم. أيوة همزة وصل داخل على فعل أمر اعلم. وكان أما بالنسبة لي لما إذا كان إحنا بنقوله قال أعلموا يبقى همزة قطع داخل على فعل مضارع. نعم تمام. تعالوا نجيب ورشة. نعم نبدو به قال أن من لو أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم يوما أو بعض يوم ولا الدو خديجة. نعم قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. تمام طو عندنا الطول على الفتح فتح أن والطول في شيء طول في المد البدل ايه آية نقول توا اختصرناها يعني طول بنختصروه منو ماشي معاه وتوقف في الطريق خلاد وين واقف خلاد ومشي معاه شو معاه خلاد يا شيخ توقف في أنه خلاد ولا نعم جيب خلاد توقف في أنه عند الإمالة لا 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 ابن كثير هو عندك ابن هو عندك ابن كثير وعندك ابن عامر وعندك يعقوب هؤلاء ذاهبين معه لكن تو نقدم ابن كثير تو نجيب ابن كثير جيب ابن كثير قال كم لبثت منه يدغم هو ولا ما يدغمش يدغمش علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام
وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. طيب تو عندنا جيبوا جيب ابن عامر نفس الشيء قال كم لبت ابن عامر عند الإدغام قال كم لبت يعقوب عنده إدغام ولا ما عنده ما عنداش إذن هو مقدم عليه نجيبه يعقوب قبل لا نجيبه ابن عامر ليش يا شيخ لأنه ما عنداش إدغام أيوه بالضبط صح وهو يمكن يكون مشي مع ابن كثير مشي معه ايوه او اذا نجيب ابن عامر قال كم لبت قال لبت يوما او بعض يوم قال بل لبت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه نعم عاصم ما عنده خلاص جيب عاصم نشيزه حتى ابن عامر ايه الفرق بينه لا غير ما هو هذاك يدغم ابن عامر يدغم لكن عاصم ما يدغمش ما نجيب عاصم تو قبل جيب عاصم وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير تمام تجيب ابن عامر قال كم لبت قال لبت يوما أو بعض يوم قال بل لبت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير تمام تنجب ورش منو خلاد خلاد ان ولا ان متوقف خلاد عنده لمالة في ان عنده لمالة في ان ما يمشيش تنجب تقليل لورش قال ان يحيي قال ان يحيي هذه المعنى قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم رقق الراء وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وسطنا البدل وسطنا اللين أيوة تو ما زالنا الطول وعليه وجهان يعني عليه توسط وعليه طول وفي البدل وفي الليل نوسط نمد الليل ونوسط البدل أو نمد الليل
المد والبدل والمد اللين. جب دور يا ابو عمر توا. قال كم لبت؟ قال كم لبت؟ قال لبت يوما او بعض يوم. قال بل لبت مئة عام فانظر الى طعامك وشرب. ابو عمر جبنا شيء. دوري 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 جبناه. جبنا لاش التقليل. دوري البصري جبناه. جبناه. باهي باهي. اذا امال جبنا خلاد. جبنا خلاد. خلاد. قال أني يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه. قال كم لبت؟ قال لبت يوما أو بعض يوم. قال بل لبت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك. بالفتح. نعم. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. تمام. اعطف له السكت. قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. مرة الأولى مشي معها خلف العاشر والمرة الثانية مشي بروحها. نعم. في البدء. لا خلف أعلم خلف. خلف العاشر. خلف العاشر. إيه حمزة وكسائي. ما باي بأعلم. قال أعلم. قال أعلم. خلف العاشر. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. باي. توجبنا خلف حمزة. أقرأ من الأول أول الآية. أو كالذي مر على قرية وهي. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أني يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه. قال كم لبت؟ قال لبت يوما أو بعض يوم. قال بل لبت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك. أيوة. ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. توجب له السكت. هاي وين هو؟ قال كم لبت؟ أقرأ من هنا. هو وين دور في سكت على المفصول هنا؟ يوما أو بعض يوم. نعم. أبدأ من قال كم لبت. أي قال كم؟ قال كم لبت؟ قال لبت قال لبت يوما أو بعض يوم. قال بل لبت مئة عام
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. كيف قلت شيء مديتها هيك؟ مديتها؟ إيه مديتها شوي. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. تمام. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. رتبها. وإذ قال إبراهيم هشام فوق ما سمعوش يعني ابن عامر شنو وين يخلف عن ابن ذكوان إبراهام شنو قلت لنا تو انت ما فهمت شيء يعني. وإذ قال إبراهام وإذ قال إبراهيم ابن عامر بخلف عن ابن ذكوان باه ماشي ربي أرني أرني بإسكان الراء يما ابن كثير دمي يدن ابن كثير و سوسي السوسي ويعقوب نعم ويعقوب أيوة ابن كثير والسوسي ويعقوب بعدين عندنا دور يا أبو عمر عنده فيها وجهان الاختلاس نعم عنده فيها الاختلاس نعم دشة وجهان إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى وأخفاهما طلقوا نعم موتى كيف تحيي الموتى من توقف فيها؟ ما قلت لي ماله إيه منو؟ حمزة وورش حمزة والكسائي حمزة والكسائي ما نقولش ورش خلف العشر أيوة حمزة والكسائي وخلف العشر وخلف العشر وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن أبو جعفر يبقى هني ورش ورش هني توقف ولا نعم أيوة قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن نعم شن فيها ما توقف في موتى حمزة حمزة واقف نعم من يقرأ فصيرهن حمزة رويس رويس يبقى هنا توقف رويس حمزة وخلف لأن هذول متوقفين يبقى عندنا رويس هنا توقف نعم وين في أرني واقف صح يعقوب صح يبقى كله يعقوب واقف فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا هذا شعبة يبقى هنا توقف شعبة نعم وأبو جعفر جعفر ما هو توقف تؤمن أو لم تؤمن أيوة به يبقى شعبة هنا توقف نعم لا يكمل ثم اجعل على كل جبل النجوم ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم به يبقى تونا عطفوا شعبة يبقى قالوا من ذهب معه إمام حفص الإمام حفص لأنه ما عنده شيء نعم وابن ذكوان ما فيهاش منفصل وكذلك ابن ذكوان في خلفه قلنا عنه نعم ابن ذكوان وحفص في خلفه نعم تو نعطفوا شعبة شعبة نعم
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. تمام تنجبه ورش يلا. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. تفضل جعفر. أبو جعفر قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. توجب التقليل لورش. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا القدر الكفاية والله الموفق للهداية. شكرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا